السلطة لأنني ناضلت وأريد أن أرى الوطن بالعلا. أنا لما أزور بلد آخر أعود إلى وطني وأبكي لأنه أشوف الأوطان الأبراج في أي حال وأشوف بلادي في أي حال. هذا كله من صنع 30 سنة الماضية. لي 3 سيارات كرئيس وزراء. أنا أشتيكم تعرفوا هذا. لي 3 سيارات. أسألوا وزارة المالية وأسألوا رئاسة الوزراء هل أخذ سيارة؟ أنا لازل أركب سيارتي القديمة. أجيت إلى رئاسة الوزراء أول ما دخلت يقول لي أنت معك اعتمادات حتى تصرفك 8 مليون ريال. قلت لهم ده روح الكلام وقتلوا واحد طفل ما يفهم شيء. أنا تغرون بهذا الكلام؟ والله ورفضتها وأنا أخذ معاشي وأسألوهم إنه ما في مليم وأحيانا أسلم بعض الأشياء من جيبي. أعطونا حق العلاج السنوي. تبرعت ب1,500,000 ريال ل3 منظمات، منظمتين للأيتام ومنظمة وفاء، ويمكن تقدروا تتحققوا من هذا. أنا أحب وطني أكثر من أسرتي.